اللي بحثوا على المرتبة الثالثة. النداء أن نشوفوا أنه تسديدة والهدف الأول. الهدف الأول لصالح جمعية وهران عن طريق بن عيادة بعد تسديدة أرضية مباغتة سكنت شباك الحارس فلاح ناحية بن عيادة. كانت تسديدة على ما يبدو لم تكن قوية ولكن كانت أرضية غلطت الحارس. نشوفوا المسافة أولا اللي قذف منها اللاعب بن عيادة. الآن هو اللاعب يطو كان هو من بناء اللقطة، هو من بدأ الهجمة، هو من أكمل هذه الكرة الماضية. وكرة ممتازة من هناك لصالح جمعية وهران. صعبة صعبة والهدف الثاني لصالح جمعية وهران، وفرحة كبيرة وسط أنصار. هيا الإعادة، شوف الكرة من عواد بالقدم اليسرى وبالعلام يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح جمعية وهران التي تضرب بالثقيل في بداية يعني مركاش. وادي يبحث عن التسديد والتسديدة قوية تمعوني، ثم بن قابلية توزيعة ممتازة من هناك صعبة والحارس فلاح في المكان المناسب لصالح أمل الأربعاء في التنفيذ. داود كرته ضارية مشار صعبة والهدف الأول لصالح أمل الأربعاء. فريد داود يتمكن من تقليص النتيجة بهدف ممتاز، بهدف في غاية الروعة مباشرة شباك الحارس خلادي. ها هي الإعادة، وفي الإعادة متعة وإفادة وخطأ فادح من الحارس خلادي ليخرج بإعانة الحارس. وفي هذه الأثناء الحكم السيد إبراهيم. وكرة من هناك لصالح جمعية وهران عن طريق حرباش. حرباش التوزيع صعبة، هذه الكرة لا تزال دائما في منطقة العملية. تهيئات الكرة والتسديدة والعارضة تنوب عن الحارس فلاح. اللاعبين هو اللي يعطيهم هذاك الشجاعة ويمكن يروحوا. وكرة من هناك صعبة ناحية جمعوني. جمعوني خطيرة صعبة كاد أن يكون هدف الثاني. كرة من هناك لصالح جمعوني. جمعوني جمعوني يبحث عن التسديدة. جمعوني يبحث، جمعوني يتمكن من تسجيل الهدف الثالث بطريقة رائعة بطريقة ممتازة. قد ترويد الكرة ثم رفع راسه وضرب الكرة في الزاوية. بالعيد عواد ثلاث تمريرات. تبتي 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 أراد أن يسجل على طريقة جمعوني. ضد الأخ مختار في البداية وقال لما لا مركز ثالث ممكن للعب. وكرة ممتازة من هناك لصالح أمل الأربعاء والهدف الثاني. هيا الإعادة درفلو بن عيادة بن إيران صديقة بن عيادة بن إيران صديقة ويقلص النتيجة في الوقت بدل الضائع.